طبعا انا في ضيافه الاستاذ عماد زيدان والاستاذ يوسف، يعني ناس والله العظيم فعلا كفايه المقابله والاحترام، وبجد والله من الشخصيات المحترمه جدا. معايا النجم سامح القوارقه، يعني من الناس المحترمين والرجاله قوي، وعباد طبعا. ويسعد صباحكم لو عندكم صباح، ولو عندكم بيت صباح ورد وعسل، ويجعل يومكم جميل. النهارده يوم جميل، الجو جراني المجنون مع استاذ خالد اللذيذ والمغرور. الله يخليك، الله يكرمك. يعني الله يخليك يا عماد. ناس بقى مقابله اقسم بالله العظيم، يعني مش عاوز اقول لكم والله العظيم، الرجاله قوي الجدعان. حبيبي والله اتشرفت بيكم والله العظيم. الله دايما نشوفك في احلى خير يا الله يخليك يا حبيبي. صباح الورد، صباحكم ورد وعسل. نقول حاجه بقى للهضبه. ابو سمانه ماشي يا عم، قول قول يا مطرب. طبعا وليد المصري يا جماعه مطرب مغمور، ولايكات بقى عشان وليد بقى. استاذ خالد بيكتشفني طبعا. صباح الفل يا رجاله، ممكن نسمعكم حاجه؟ رصيف نمره 5 حاجه النهارده ماشي، بس مش ليه؟ مش فاكرها صح؟ مش فاكرها، بس نكتبها هتبقى جامده جدا. طيب ماشي قول. استنى نجيبها من على النت مكتوبه اصلا. بياكل ودانيا جالكسي ترولي. هات بقى من الاول بقى. وداني من الاول بقى، هات من الاول. يلا. الرصيف نمره 5 والشارع زحام، وساكت كلامنا ملاقي كلام. جالكسي الترولي بيسور وداني، وشحت المزين بياكل وداني. جالكسي الترولي بيسور وداني، وشحت المزين بياكل وداني. يا نادي باريس تعالى وحاسبني، وجدول ديون وعشان وعشاني. وعبد الله رشدي المحامي القدير بيرفع قضية في باب الوزير، على عم فكري بتاع البليلة عشان مرة زعق بصوته الجهير. مية مية كده اصل يا باشا. والراجل مش عاوز اقول لكم عمل ايه معايا، يعني الواحد راجل كريم، ابن كريم والله العظيم. انت اخ كبير واستاذ خالد، والله انا نفسي اقابله من زمان، ويمكن احنا في علاقه من 3 سنين، ويمكن مؤسس معايا قناه الفم وانشرها، وانا حاضر معايا قناه سعيدي في اوكرانيا. الراجل يعني ما شاء الله عرفنا كل حاجه عن اوكرانيا عن طريقه. الله يخليك. يمكن في كذا قناه في اوكرانيا، ولكن الراجل ده الحس بقى المصري في اوكرانيا، يعني مش عارف زي خليط جميل جدا. ربنا يخليك. هو انسان محترم والله، ومفاجاه سعيده والله العظيم يا استاذ خالد. وقناه عماد اسمها انشرها. الناس اللي غوت ست سمك يا جماعه، خشوا عند عماد وادعموه. وطبعا عماد قناته كبيره، وهو منتشر واكبر مني ومشهور اكتر مني، يعني احنا عاوزين هو اللي دعمنا. حبيبي يا كل الدعم. طبعا هعرفكم بقى بيوسف بقى، ده حبيبي يوسف، وانا دايما بكلمه. فتقول ايه للناس يا استاذ يوسف؟ يا ريت تشتركوا في القناه. لا لا، كان عمو خالد بتاع التلج بجد كان بيعمل لك، هو هناك بيبعت لك فيديوهات. كنت ببعت ليوسف، يوسف عنده قناه برضو ان شاء الله باذن الله هسيبها لكم برضو في رابط الفيديو دوت. يا ريت تشتركوا في قناه يوسف، قناه هو واخته، بس جودي بقى في الدرس دلوقتي، وملهاش نصيب تطلع معانا، يعني الحمد لله. هيشوفوها في الفيديوهات بقى ان شاء الله باذن الله. واستاذ خالد كان بيبعت لنا والله فيديوهات من اوكرانيا، بيبسط بقى يوسف وجودي. والله بيجيب لهم بقى الاطفال هم بيزحلقوا في التلج. والتلج طبعا انتوا عارفين في مصر في الشتاء بيبقى عندنا لونه بني. صح، طينه يعني. ايوه صح. حبيبي يا استاذ عماد، وصباحكم ورد وعسل.
معايا؟ انا راكب توك توك انا وعباد. بصوا يا جماعه تكاتك مصر يا جماعه تختلف عن اي تكاتك ثاني. توك 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 جميل عباد في مصر بقى ومعانا عباد اهو. تحيا مصر احنا بالتوك توك اهو. خد يا عباد تصور وبعدين توك توك الدمنهوري اهو. وبعدين مجهز يعني هنا مفيش شباب فين عشان الساعه يعني الساعه دي تكاتك مصر نتحداك لو في توك توك في العالم بجنب واحد ركبنا التوك توك الله ينور حبيبي حبيبي عباد حبيبي عماد حبيبي طبعا يا جماعه ده التوك توك والراجل الجميل ده اسمه كريم مين؟ كرم كرم صار. كرم ماشي كرم خلاص يا كرم خلاص عرفت القناه طبعا. قناه ايه تمام بس ايش طيب السلام عليكم سلام يا كرم حبيبي يا سموحه خليك حبيبي يا عبد الله حبيبي بص راكب موتوسيكل توك توك وموتوسيكل وباص ده الفل ربنا يوسع حياتي لكل مشاهدينك عم خالد حبيبي حبيبي اسامة حبيبي اسامة حبيبي لا بصراحة والله العظيم قضيت يوم رائع يعني انا لسه شايف سامح دلوقتي وبصراحة مش عاوز اقول لكم المقابلة بتاع الناس دول ايه يعني. يا عم والله انت تستاهل كل خير والله اقسم بالله اكرمك يا حبيبي ربنا يخليك يا سامح ربنا يوسع حياتك ربنا معاك يا سامح ايوه اشرب النسكافيه بصوا يا جماعة احنا النهاردة انا وكريم انا عشان زارتها قبل كده وسامح صحابي وكريم سامح انتوا صحابي ووليد وفنان انتوا صحابي انتوا صحابي الراجل دوت ايه انتوا عشان صحابي ايوه تسألوا انت الراجل ده عايز يسافر عايز يسافر فين عايز يسافر عايز يسافر عايز يسافر ابن عم والناس ناس خدوا منه فلوس تعمل لي بس اكتر بلاش اسمع الناس قالوا الناس هيدي الناس فلوس في المكتب هيدي الناس فلوس على اساس ان هم يسمحوا سياحه واحد هيقابلك هناك ويعمل انت مش عارف ايه وهيجيب لك شغل حاجه عمل تمام ويمشوا لك حاجه في حياتك ايوه تمثيليه في ايه يا عم؟ يا عم مش مشكله هو يقطع لا مش هقطع مش هقطع مش هقطع ماشي يا جماعة هو كريم بيمثل ان هو ايه جايله عقد عمل في اوكرانيا وراح في الجلابية وراح في عايز يسافر هو عاوز يسافر كريم عايش في البحرين حصل لا كريم كريم يا جماعة كريم كريم من دمياط ايوه وكان عندهم كان عندهم كورونا حتة أرض كده وبتاع جنب بلاش دمياط كريم من بسكوت كريم من الفيوم ايوه كريم من الفيوم كان عندهم كورونا كان عندهم كان عندهم جاموستين وبعوهم ايوه وعايز يسافر بثمنهم طب بقول لك ايه طب ما تسيبك انت من موضوع السفر دوت هو كريم اصلا كريم قاعد معانا كريم مش هيسافر هو اصلا كريم هو كريم هو من البلد دي واخد بالك؟ لا لا عايز يسافر. لا لا عايز يسافر اسمع بقول لك انا جاي من كريم مش هيسافر كريم كريم بيحب الارض بيحب البلد لا بيحب كان جاي من الفيوم وعدد طيب. الفلوس هنا لففها حوالين سمعنا ايه يا فنان؟ ماشي سمعنا ايه يا الفيديو يا فنان؟ سابونا يا رجاله اي حاجة على مزاجك اي حاجة على الرايق وعارف ليه انا لو عايز اعيش في الجنة انا هتمنى اعيش حواليك عارف ليه علشان جنة قلبي لقيتها اللي اتمنتها في حضن عينيك الله يا فنان الله 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 على الفنان ده البنان بتاعنا يا جماعة طب ما نسمع حاجة للهضبة طب ما نسمع أنا عايش بقى أنا عايش رصيف نمرة خمسة ما تلعبش في حاجة رصيف نمرة خمسة ورصيف نمرة خمسة والشارع زحام وساكت كلامنا ما لاقي كلام جالكسي الترولي بيسور وداني وشحت المزين بياكل وداني جالكسي الترولي بيسور وداني وشحت المزين بياكل وداني ليالي باريس تعالى وحاسبني وبدوي الديون وعشان وعشاني وعبد الله رشدي حامل قدير يرفع قضية في باب الوزير على عم فكري بتاع البليلة عشان مرة زعق
طب بقول لك ايه، بقول لك ايه، عاوز الليله الكبيره بمناسبه البليله. ما بلاش البليله خلاص. ايه رايك مش الزملكاويه؟ بلاش حاجه. لا ما اسمح لك. هي بتاع البليله يا جدعان. طيب ماشي. تسمع في حافظ الليله الكبيره. الليله الكبيره ونغني ايه الليله الكبيره يا عمي، والعالم كتيره مليين الشوادر يابا، والريف والبنادر. فتح في ليلة ولا بنساك ولا الاتنين، ولو حتى ببعيد ببقى معاك وما انتش معايا. وانا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك، ولا عارف يوم انسى ولا عايز حبيب بعدك. الله وبساله قلبي بيحلم يوم يرتاح من جراحه، ليالينا اللي كانوا ما بينا زمان راجعين والله راحوا. بساله قلبي بيحلم يوم يرتاح من جراحه، ليالينا اللي كانوا ما بينا زمان راجعين والله راحوا. الله 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 يا فنان. الله 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 يا فنان. بس ايه رايكم يا جماعه؟ دول صحابي واحنا قاعدين قعده حلوه مع بعض، بس احنا عاوزين نعمل حاجه جديده. استاذ خالد عزمنا على نسكافيه وبيبسي بسرعه وعمل معانا احلى وقت. المفروض احنا اصلا اللي نعمل معاه الواجب ده. لا يا باشا انا بتعزم اصلا يا باشا، ده كده انت هتضيع لي، هتبوظ لي البروتوكول بتاعي يا باشا. انت خيرك علينا يا باشا. لا يا حبيبي لا ما تقولش كده يا باشا. وقاعدين عند المعزه. انا بقى هم عارفين عني ان انا بتعزم اكتر واحد بتعزم قاعدين في البلد دي. قاعدين في جماعه، عايزين القناه تكبر وتجيب اكبر عدد مشاهدات. صباح ورد وعسل. صباح ورد وعسل. مغنيها معاك. سعيد حبيبكم وصل. وصباحكم ورد وعسل. سيدي حبيبكم وصل. اعملوا شير ولايك. ها سيدي في اوكرانيا. ايه يا عم السيدي في اوكرانيا؟ مستنيك انت تقولوها يا فندم. لا لا عادي عادي. لا ما نسيتها اصلا. لا يا ليه حافظينها يلا. صباحكم ورد وعسل. سيدي حبيبكم وصل. صباحكم ورد وعسل. سيدي حبيبكم وصل. اعمل شير ولايك. سعيدي في اوكرانيا. السعيدي في اوكرانيا. صباحكم ورد وعسل. سعيدي حبيبكم وصل. اعمل شير ولايك. وسلامنا لكل العرب. وسلامنا لكل العرب. سلام يا جماعه. اقفل يا وليد. وده هيكون نهايه الفيديو بتاعنا. صباحكم ورد وعسل. خلي بالكم من نفسكم عرب. السلام عليكم.